صباح الخير عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ المهم البنات، عارفه راسي شحال هادي ما درت شي فيديو. واش نتوما بحالي في رمضان ما كتساوليوش ولا غير انا بوحدي؟ انا الصراحه راه ما كنساليش، والله ما كنسالي. دابا انا راني صايمه، يعني ملي كنفيق صافي من هنا لهنا لهنا، سبحان الله ما كتلقايش الوقت لتا حاجه. البارح كنت كندور في فيسبوك وانا نقرا واحد البنت كاتبه، البنات واش نتوما بحالي منين كتبغيو تفطروا قبل ما كتفطروا كتمشيو تلبسوا القميص وتلبسوا الداب وتجيو تفطروا وتماكيو وتجيو تفطروا. عرفتي؟ تصدمت والله. كتبت لها لتحت، كتبت لها اختي انا بعدا منين كيكون تيودن، منين كيودن كنكون انا باقه في الكوزينه، وما كذبتش عليها. سبحان الله العظيم، كاين يمكن شي بنات اللي ما تقدر تكون كتسالي كل شيء بكري، ولكن المشكله الفطور خاصك ديري داكشي، يعني خاصك تصايبيه مع الوقت باش يبقى سخون داكشي، يعني خصو يجي نيشان مع الوقت. المهم ما علينا البنات، اليوم جبت لكم واحد الوصفه زوينه بزاف بزاف بزاف، غادي تشكروني عليها. واحد التبريمه ديال الوجه اولا تقشير هذاك الشيء ديال الثلاثه في واحد، يعني بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب وبالنسبه للبنات اللي عندهم لي طاش ديال الحبوب اولا ديال شي سيكاتريس في وجههم، باغيين يبيضوا طبقات وكيرطب في نفس الوقت. عرفتي؟ زوين بزاف بزاف، مكونات سهله يعني ماشي شي حاجه صعيبه، وغادي يعجبكم بزاف البنات. وهاد التقشير يعني فن فن فن، منه ماسك منه تقشير، عرفتو كيرد البوف زوين. الا لاحظتو انا البشره ديالي هاد اليومين راه كندير لها هاد الماسك، جات معاها زوينه. والصراحه حتى داك هاد الماسك كيبيض الطبقه، يعني كيزيد يبيض على اللون وجهك الطبيعي، يعني الا صورتي قبل وبعد غادي تحل غادي تحسي بانه يعني تبيضيتي شويه، فهو زوين بزاف. وحتى الناس اللي عندهم الحبوب اللي كيعانيو من الحبوب راه زوين ليهم بزاف البنات، لانه المكون اللي فيه معروف اسيد كينشف الحبوب يعني بواحد الطريقه دغيا دغيا. يعني هاد المكونات كامله هما ثلاثه المكونات ساهلين البنات، انا غادي نوريهم لكم، وكل مكون فيهم احسن من الاول، يعني كل مكون فيهم مهم بزاف. اجيو تشوفوا البنات ورجع لكم من بعد. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو جوج معالق ديال الشوفان، الشوفان كيف ما كان، يعني واش مطحون ولا عندكم بحال هكا. شوفان البنات راه زوين بزاف للبشره، هذا هو المكون الاول اللي غادي نحتاجو. وبالنسبه للمكون الثاني هو عصير ديال نص حامضه، غتعطينا تقريبا شي معلقه ونص ديال معلقه ونص كبار ديال الحامض. وغادي نحتاجو زيت اللوز الحلو، انا درت زيت اللوز الحلو. نتوما بالنسبه للزيت غادي نحتاجوه غير باش نديروه كمرطب، فتقدروا ديروا اي زيت عندكم، زيت الكوكونيوت، زيت العود، يعني اي زيت عندكم. الطريقه سهله، غادي ناخذ ديك المعلقه ونص ديال الحامض، غادي نزيدو عليها تقريبا، غادي نديروا غير معلقه ونص ديال الشوفان. صافي حتى غادي يبان لينا بهذه الطريقه بانه المكونات دخلت في بعضياتهم. غادي نخلطو مزيان، يعني ما يكونش ما يبقاش هذاك الحامض وما يكونش الشوفان ناشف، يعني يكون نص نص نص. وغادي نزيدو عليها دابا قطرات ديال الزيت كيف ما قلت لكم، الزيت اللي عندكم قديو به، راه الزيت بغينا هنا يكون مرطب. غير انا كيعجبني زيت اللوز حيت عنده بزاف ديال الفوائد الوجه البنات، فوائد زوينه بزاف بزاف. صافي غادي نخلط كل شيء وغادي نخليهم واحد جوج دقائق ثلاثه دقائق حتى كتمزج ليا دوك المكونات، عاد غادي ندوز نمشي نطبقهم في وجهي. البنات غادي نبداو الماسك، يكون وجهنا ممسوح ومغسول وناشف، نحلو الزيف احتراما لسيدنا رمضان. صافي غادي نبدا ندير في الماسك.
صافي كيف مشتو البنات غنديرو على وجهي كامل بحال هكا بهذه الطريقه، وراك مع الشوفان غير كنديرو عليه كنديرو عليه شي حاجه ماء او زيت او هادي كيفسك. فغادي نخليها هكا في وجهي لمده ربع ساعه بالضبط، وغادي نرجع لكم من بعد باش تشوفوا شنو غادي ندير من بعد، حيت غادي نقشر به وجهي البنات. المهم البنات، من بعد ما دازت 5 ديال الدقائق غادي نبدا نقومي في وجهي بحال هكا بهذه الطريقه. راه نشف ما كاين لافابو من هنا، انا اصلا بديت كنقومي فيه كما كتشوفوا. ديما كنقول لكم القوماج واحد الحركه دائريه، شوفوا الا كيبان لكم، شوفوا التقشير كيفاش كيحمر الوجه. كل ما تزنق لك وجهك عرفي بان انت غادا في الطريق الممتاز ملي كتكوني كديري التقشير. المهم انا غادي نقشرو بحال هكا كما كتشوفوا. كما كتشوفوا البنات بانه عندنا مكونات زوينه، اول حاجه الشوفان، الشوفان زوين بزاف الاسيد بالنسبه للناس اللي عندهم الحبوب، وزيت اللوز، وكيف ما قلت لكم زيت اللوز تقدروا ديروه باي زيت اخر عندكم تيجي لكم مع وجهكم، زيت الكوكونيوت، اي زيت نتوما مولفين كديروا لوجهكم ديروه في بلاصه زيت اللوز. يعني احنا زيت اللوز زيوت اللي زدنا في هذه الوصفه غير هي كمرطب باش يبقى لنا وجهنا رطب من بعد الشوفان، ومن بعد كذلك الحامض، ما نساوش بانه الحامض كينشف. البنات كانت هذه هي النتيجه ديال الماسك ديال اليوم، عافاكم البنات جربوه راه زوين بزاف، وكاع المواد اللي فيه يعني الشوفان ضروري كيكون عندنا في رمضان كنصيبوا به الشوربه والشهيوات، فراه ساهل بزاف بزاف، جربوه وغادي تردوا عليا. شوفوا الا كان تيبان لكم كنحس اول حاجه بالرطوبيه في وجهي من حضرت الزيت ديال اللوز اولا كما قلت لكم كوكونيت او زيت الزيتون، زيت نتوما اللي كديرو. وثاني شيء كانوا عندي شي حبيبات هنايا غير الرقاق اللي ما عرفتش واش كيبانوا لكم ولا لا البنات، مع الاسيد راه كنحس بهم كرمو، هذه ثاني حاجه. وثالث حاجه انتم يمكن كيبان لكم اللون ديال وجهي يعني كيتفتح درجه بالنسبه للشوفان. وهذه هي الحلقه ديالنا اليوم ديالنا البنات اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا منها. وبالنسبه للبنات الجداد ما تنساوش الاشتراك في القناه، ومنين تجربوا الماسك ما تنساوش خليوا لي انا ميساج في لي كومونتير، ونشوفكم فيديو جديد على خير.